بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن كثير في تفسيره، قال ابن عباس: وليال عشر، أي العشر الأول من ذي الحجة. أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الليالي، والواو واو القسم، وليال عشر. أقسم الله سبحانه وتعالى بها لفضلها ولشرفها ولعلو منزلتها عند الله سبحانه وتعالى، فهي أيام فاضلات وأيام مباركات. وروى الإمام أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر اللي هو من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لك يا عبد الله بأن هذه الليالي العشر الأول من ذي الحجة الأعمال الصالحات فيها محببة إلى الله، يا أنه تزيد عددا الحسنات، تزيد فيها عددا. قالوا يعني كما؟ قالوا أو كيفا، يا أنه تزيد الحسنة تكون أعظم عند الله، أو يكون عدد الحسنات أكثر عند الله سبحانه وتعالى من غيرها، من غير هذه الأيام العشر. قال لي: الأعمال الصالحات أحب إلى الله. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ أي استشكل على الصحابة، لأن المعلوم بأن الجهاد في سبيل الله ذروة سلام الإسلام وأفضل شيء عند الله سبحانه وتعالى، الجهاد في سبيل الله. فلذلك استشكل على الصحابة فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد، ولا الجهاد، أي العمل الصالح في هذه الأيام أفضل حتى من الجهاد. لكنه صلى الله عليه وسلم استثنى نوعا واحدا من انواع الجهاد، قال: الا، هذا استثناء، الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع. إذن هذا النوع من الجهاد افضل عند الله من العمل الصالح في هذه الايام، والا فالعمل الصالح في هذه الايام افضل من كل شيء وافضل من الجهاد، الا هذا النوع من الجهاد. وهذه الأيام الفاضلات المباركات الطيبات لها يعني بركة كبيرة، فهي نزل فيها قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله سبحانه وتعالى أكمل هذا الدين في هذا اليوم، وأتم النعمة علينا في هذا اليوم، ورضي لنا هذا الإسلام، لأن الشرائع كانت تتطور مع الزمن. أنزل الله سبحانه وتعالى شرع على موسى وعلى عيسى وهكذا، لكن الله سبحانه وتعالى ختم وأتم النعمة وأكمل الدين عند الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء أحد اليهود في زمن عمر بن الخطاب، جاء إلى عمر بن الخطاب وقال: إن عندكم آية تقرؤونها في كتابكم، لو أنزل الله سبحانه علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيد، لو هذه الآية نزلت علينا لكنا نحتفل كل سنة بنزول هذه الآية، نجعل نزول هذه الآية عيد. فقال عمر الخطاب لهذا اليهودي: وما هي هذه الآية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني لا أعلم متى نزلت، نزلت على رسول الله وهو قائم في عرفة يوم الجمعة، ويوم الجمعة عيد عند المسلمين، ويوم عرفة من الأيام الفاضلات المباركات الطيبات، فلذلك نزلت في هذا اليوم المبارك. ولذلك هذه الأيام قالوا أفضل أيام الدنيا هي هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة، لأن تقع فيها قالوا جميع العبادات من الحج ومن الصلاة ومن الصوم والصدقة والأضحية، وكل هذه الأعمال تقع في هذه الأيام، لذلك لها يعني لها فضل عظيم في الدين وعند الله سبحانه وتعالى.
الأعمال الصالحة أحب إلى الله. قالوا ما هي الأعمال الصالحة التي تقع في هذه الأيام؟ قالوا أول الأعمال الصالحة وأفضل هذه الأعمال الصالحة الحج. الحج أعظم هذه الأعمال الصالحة في هذه الأيام. والذي يحج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وكذلك أحبتي بالله الأضحية، الأضحية في هذه الأيام محببة ومستحبة للإنسان المسلم القادر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن يعني عن فضلها قال لك بكل شعرة حسنة، بكل شعرة حسنة. قد سائل يسأل ويقول إذا أردت أن أضحي هل أخذ من شعري أو من أظفاري؟ نقول له الأصل أن من أراد أن يضحي أن لا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره تشبها بالمحرم في الحج، لكن إذا أخذ شيئا من شعره وأظفاره فلا شيء عليه، بل يستحب له أن يتشبه بالمحرم. ومن هذه الأعمال الصالحات الصيام، الصيام في هذه الأيام في أي يوم، لكن خص النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بالصيام، قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، لذلك صيام يوم عرفة له فضل عظيم. والصيام الله سبحانه وتعالى اصطفاه وخصه بنفسه فقال الصيام لي وأنا أجزيبه. وكذلك أحبتي بالله الصدقة في هذه الأيام وصلة الأرحام وعيادة المريض، وكذلك الذكر والتكبير، لأن هذه الأيام أيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على أيام التشريق قال أيام ذكر لله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى ويذكر الله في أيام معلومات، قال ابن عباس من معلومات أي العشر من ذي الحجة. فهذه الأيام أيام ذكر، كما روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتسبيح. فهذه الأيام الأصل هي أنها أيام ذكر، أيام تكبير، أيام تسبيح، لأن هذه الأيام وكل الشرائع إنما شرعت لتوحيد الله، هذه الشرائع وهذا الذكر كله لتوحيد الله. فالأصل ما شرعت هذه الشرائع وما قامت السماوات والأرض وما أرسلت الرسل إلا لتوحيد الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الأصل. لذلك المغبون هو الذي يجعل هذه الأيام كسائر الأيام، والمرحوم يعني الذي استغل هذه الأيام في طاعة الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.